ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الدولية تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا مرام حمسي. صباح الخير مرام. صباح النور إسماعيل، أهلا بك وبجميع المشاهدين. مرام، نبدأ من الحرب الأوكرانية. روسيا تعلن سيطرتها على قرية جديدة في شرق أوكرانيا، آخر التطورات الميدانية. نعم، هذا ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، بأن قواتها سيطرت على بلدة جديدة وهي قرية ياسنايا بولتوفا وهي وبوليانا ياسنايا بوليانا، وهذه البلدة التي تقع في شمال غرب بلدة أوغليدار التي تم السيطرة عليها من قبل القوات الروسية في خلال الشهر الحالي. وهذا الأمر طبعا يعد أيضا تقدما في مقاطعة دونيتسك، وبحسب أيضا ما جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنها قضت على 100 عسكري أثناء السيطرة على هذه البلدة، وإضافة إلى معدات ومدرعات أوكرانية. أيضا في مناطق عدة في دونيتسك تم شن هجمات متبادلة، وبحسب الوزارة أنه أعلنت عن خسائر الجيش الأوكراني بحوالي 100 جندي في هذه البلدة، إضافة إلى 810 جنود آخرين وخمس في منطقة أخرى في دونيتسك، و565 جنديا أوكرانيا في وسط دونيتسك. لكن بالمقابل أيضا كان هناك إسقاط لمسيرات أوكرانية استهدفت عدد من المناطق الروسية في مقاطعة راستوف بثماني مسيرات، إضافة إلى كورسك و بلغراد وفارونيج وبريانسك أيضا، وتم إسقاط هذه المسيرات حسب ما جاء من إعلان الوزارة، ولم يقع أي أضرار. لكن بالمقابل أيضا كان هناك إعلان عن هجوم روسي عنيف استهدف مقاطعة خاركيف وتحديدا مبنى سكني، أدى إلى إصابة أكثر من 29 شخص ومقتل طفل واحد يبلغ من العمر 11 عاما حسب ما جاء من تصريحات مقاطعة خاركيف الأوكراني. وبالتالي هذه الهجمات متبادلة بين الجانبين، إضافة إلى ما ذكرته إسماعيل في أحد الصحف استهداف جسر في أديسا، وذلك عبر القنابل الروسية الموجهة. تفضل إسماعيل. نعم مرام. مرام، لو انتقلنا إلى الصين، حيث تعرب البلاد عن قلقها من التوتر في شبه الجزيرة الكورية اليوم، يعني ما هو بواعث هذا القلق؟ نعم، يعني أولا كوريا الشمالية هي دولة مجاورة للصين، وهذا الأمر يسبب قلقا في توتر شبه الجزيرة الكورية، وهذا الأمر أعلنت عنه الخارجية الصينية في بيانها بأنها تشعر بالقلق إزاء التطورات الحاصلة في شبه الجزيرة الكورية، ودعت إلى تسوية سلمية بين الكوريتين. هذا التوتر جاء بعد إعلان كيم جونغ أون رئيس كوريا الشمالية إطلاق صاروخ باليستي، وبحسب تصريحات الجارة العدوة كما تسميها كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية أعلنت بأن بيونغ يانغ قامت بإطلاق صاروخ باليستي يصل مداه إلى 1000 كيلومتر ويعمل بالوقود الصلب، وهذا النوع من الصواريخ يكون أسهل وأسرع في الاختباء بحسب تصريحات سيول، وهذا الأمر طبعا سبب قلقا كبيرا وزيادة في التوترات الحاصلة بين الكوريتين، ودعت حذرت بيونغ يانغ من القيام بهذه الخطوات العسكرية المتلاحقة. بينما زعيم كوريا الشمالية قال بأن هذه التجربة النووية سوف تستمر بها كوريا الشمالية طالما أن هناك تهديدات قادمة من كوريا الجنوبية. وبالتالي اليوم هذا التصعيد بات يؤثر ليس فقط على العلاقات بين الكوريتين والتخوف من صراع أقليمي في هذه المنطقة، إنما بات يؤثر أيضا على
الجيران ومنهم الصين التي عبرت عن هذه المخاوف وباتت تطلق صيحات لتسوية سلمية بين الجانبين بعيدا عن التصعيد العسكري الذي نشهده، سواء على خلفية إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل بيونغ يانغ أو حتى من خلال إرسالها لجنود إلى روسيا، وهذا الأمر أيضا شكل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي كون أن سيول تعتبر هذه الخطوة سيكون لها أيضا مساعدات مقدمة من روسيا متمثلة بأسلحة وصواريخ باليستية إضافة إلى المساعدات في الأقمار الاصطناعية، وهذا الأمر طبعا يشكل تهديدا مباشرا لسيول. بناء على هذه المعطيات جميعها إسماعيل، يمكن أن نقول بأن المنطقة باتت تشكل تهديدا حقيقيا، وأنها يمكن أن تؤدي إلى نشوب صراع بين الكوريتين سيدخل فيه جميع الأطراف المتحالفة، سواء روسيا الحليفة لكوريا الشمالية أو حتى واشنطن التي لن تقف مكتوفة الأيدي، إضافة إلى اليابان وأستراليا التي تمتلك مع كوريا الجنوبية عقود عسكرية واتفاقيات عسكرية شاملة تؤهلها لأن تكون مساعدة لها في حال قيام أي تهديد حقيقي أو حتى صراع ونزاع بين الكوريتين، وبالتالي ستدخل أطراف عديدة، والصين أيضا هي أحد الأطراف المعنية كون أننا نتحدث عن دولة تقع على حدودها ودولة تشكل تهديدا حقيقيا لأمن الصين الداخلي. تفضل إسماعيل. مرام، لو انتقلنا إلى الانتخابات الأمريكية، الأمريكيون الجدد في سباق البيت الأبيض، لمن سينتخبون؟ من سينتخبون؟ أولا، تعريف الأمريكيين الجدد هم الحاصلين على الجنسية الأمريكية مؤخرا والتي شهدت أعدادهم زيادة كبيرة وصلت إلى 3.5 مليون مهاجر حاصل على الجنسية الأمريكية، وذلك في عهد الرئيس جو بايدن، أي نتحدث منذ عام 2020 وحتى الآن. الإحصائيات كثيرة في هذا الشأن وجميعها يكون أو يتمثل حول الولايات المتأرجحة التي تسبب قلقا لكلا المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس. بحسب الإحصائيات ووفقا لمجلة نيوز ويك الأمريكية، قالت بأن أعداد المهاجرين غير الشرعيين زاد بنسبة كبيرة، ولكن الحاصلين على الجنسية الأمريكية أيضا كانت أعدادهم كبيرة مقارنة بفترة ولاية دونالد ترامب. ووفقا للتحليل الذي طرحته المجلة وفقا لإحصائيات أيضا وزارة الداخلية الأمريكية، بأن الأعداد في ولاية كاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك وتكساس كان لها النصيب الأكبر من هؤلاء المهاجرين المجنسين، وأيضا بحسب أيضا هذه الإحصائيات أن بنسلفانيا وهي إحدى الولايات المتأرجحة زادت نسبة المهاجرين حاصلين على الجنسية إلى أو حصلوا حوالي 70,600 مهاجر على الجنسية، كذلك في أريزونا وهي الولاية التي فاز بها ترامب أثناء العمليات الانتخابية في 2016 زاد فيها أو حصل حوالي 10,000 أو 31,000 مواطن أو مهاجر في تلك المقاطعة على الجنسية، وويسكنسن 11,000 وجورجيا 46,000، وبالتالي يعني هذه الولايات المتأرجحة زادت فيها أعداد المهاجرين الحاصلين على الجنسية الأمريكية، وهذا الأمر ربما قد يقلق الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين كون أن الجمهوريين يتحدثون عن وخاصة حملة ترامب الانتخابية تتحدث بشكل كبير عن ملف الهجرة وعن المساوئ التي حصلت في هذه القضية
أثناء ولاية جو بايدن، وبالتالي يعني ربما هذه الأصوات ستعود للديمقراطيين، عفوا إسماعيل على الخطأ، ستقلق الجمهوريين من الديمقراطيين، وهذه الأصوات ستكون لصالح الديمقراطيين كون أن هاريس تدعو إلى إصلاح ملف الهجرة بطريقة مخالفة تماما لما يدعو إليه ترامب، والذي أسماهم بأنهم متطفلين على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أيضا من خلال استطلاعات الرأي بأن حتى الآن لا يوجد توجه يمكن إحصائه من خلال هؤلاء المهاجرين والحاصلين على الجنسية الأمريكية، كون أن لكل منه اعتباراتهم سواء فيما يتعلق بالأفراد والأسرة وعدد من الأطر التي ربما قد يغير بها هؤلاء المهاجرين سياستهم، وبذلك تصبح مجهولة آرائهم فيما إذا كان التصويت سيكون لصالح الديمقراطيين المتمثلة بكمالا هاريس أو حتى لصالح الجمهوريين عبر التصويت للمرشح دونالد ترامب. تفضل إسماعيل، أعود إليك. كانت معنا من موسكو مراسلتنا مرام حمصي، جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات.